لا لا لا، انا تعبانه اليومين دول، مش هقدر انزل. خلاص بقى، بعدين سلام دلوقتي. قطع التليفونات وسنينها. اللي جاي دلوقتي ده يوه. ازيك يا منى يا حبيبتي، وحشاني جوي جوي جوي. انا كويسه جدا جدا جدا. زعلانه منك، بيجي لا سؤال ولا كلام. طب حتى رنيلي وانا اطلبك. على اساس ان انت مقطعه التليفونات وكل يوم بتكلميني وانا ما بردش عليكي ولا حاجه؟ عندك حق، انا مقصره معاكي. ربنا يستر. انا كده بدات اقلق، احس ان في مصيبه جايه لي. بجديه؟ يعني انا مش هجيلك الا في مصيبه؟ زعلانه منك جوي. ما انا مش ممكن اصدق انك جايه من الصعيد لحد هنا علشان وحشاني وبات معاكي والكلام اللي بالك فيه ده. من جهه وحشاني ما وحشانيش ولا حاجه. اذا كان كده ماشي، يبقى نشرب حاجه بقى. هنشرب ونتعشى، انا مبيته معاك النهارده. طيب طبعا البيت بيتك. قولي لي بقى اللي جايه من ورا الزياره دي. طب مش نشرب حاجه وارتاح من الطريق؟ طبعا هنشرب، بس قولي لي، هو انت اتخانقتي مع ريم؟ عاوزه زله. طب وانا مالي ومال الموضوع ده اصلا؟ صاحبتي وحبيبتي وهتوقف جاري. باماره ايه؟ باماره اللي تقولي عليه. لا يا حبيبتي، اذا كان على الفلوس والكلام ده خلاص، انا مش محتاجه حاجه. لا محتاجه. بقول لك مش محتاجه حاجه، وانا شفت طريقي وخلاص. هتاخدي ايه؟ ما هتتقدميش خطوه واحده لقدام. انا هختصر لك الطريق. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ انا عارفه من زمان انت كان نفسك في ايه. انت عارفه نفسي انا في ايه وانا ما اعرفوش؟ نفسك تبقي صاحبه مشروع لحالك ومحدش يبقى ليه سلطه عليك. وانا هعمل لك ده. والمقابل؟ عاوز اخلص من ريم. انت اتجننتي ولا ايه؟ انا جتتي مش خالصه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، خدي واجبك واتكلي على الله. انت فهمتيني غلط، انا صح عاوز اخلص منها، بس ما عاوزاش اقتلها. جتلت جتل انا اياك. كفايه بقى اللي حصل قبل كده، وانا غمضت عينيا وقلت ماليش دعوه. ما انا عاوزاكي تتكلمي وتشهد ان ريم هي اللي قتلت مهدي. انتوا الاثنين؟ تشهدي ضد ريم وبس. هي مش القضيه اتقفلت خلاص من زمان؟ ما انا ما عاوزاكيش تشهدي للبوليس. أنا عاوزاكي تروحي تحكي اللي حصل لحد تاني، وتقولي له إن أنا صح كنت موجودة، بس ماليش يد في اللي حصل ده خالص، وإن أنا كنت مرعوبة وأنا شايفاها بتعمل كده. لا 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 يا حبيبتي، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، طلعيني أنا منه. ما أنت أصلك ما واخداش بالك من حاجة، إن اللي أنت هتحكي له ده عارف كويس قوي إنك كنت موجودة يومها. يعني لو حصل لي حاجة هاخدك تحت جناحي. يعني تسمع الكلام اللي بقولهولك بالرضا والمحبة، وهتاخدي فلوس. لو ما نفذتيش هتعملي غصب عنك وما هتاخديش حاجة. بقولك ايه، انا هموت من الجوع. عندك الشاي، حتة جبنة قديمة وعيش توست. يا سلام لو معاهم كوباية شاي يبقى عسل. صح، كلم الواد صوفة خليه يجي الصبح يفطر معانا. كوباية برتقان بقى ايه، فريش عملتها بايدي. يلا دوقي. طب يا بنت تكوني حاطه فيها حاجه. ايه ماما اللي انت بتقوليه ده؟ يلا دوقي قولي لي رايك. جميله، تسلم ايدك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله، ده انا كنت هموت يا ريتال. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي. اعمل لك حاجه تاكليها؟ اعمل لك كده فرخه وشويه لسان عصفور، انا بقيت طباخه فظيعه. طول عمرك ما انا معلماكي كل حاجه، بس لا، الدكتور قال لي يا ست كريمه ابعدي بعيد عن السفر خالص، ولما تيجي تاكلي حته جبنه قريش، حته جبنه بيضة، حته عيش ناشف، وقال لي اهم حاجه مفيش اكل قبل النوم ابدا ابدا ابدا. لا يا حبيبتي تسلمي، كتر خيرك. اوعي يا نسايه تديني الدواء قبل ما انام. عينيا. لا ما تقلقيش، حاضر. هو حسن فين؟ ما اعرفش، بس هتقيه شويه وجاي يعني. طيب يا حبيبتي. اسكتي يا كريمة. ما أنا ساكتة أهو. عايزة أقول لك على حاجة. خير؟ في إيه؟ مش أنا حلمت حلم وحش؟ يا ساتر يا رب. خير يا حبيبتي، الله ما جعله خير. حلمت إن نادية ماسكة عبد الله. عبد الله أبوكي، الله يرحمه. عبد الله ابني برضه الله يرحمه. كانت بتخنقه؟
بتغطي. ده مش حلم، ده كابوس، وكابوس جوه في دماغك يا بنت المجنونه. يا بنت انا تعبت معاكي بقى. اوعي تفتكري انه في حد في العيله بتاعتنا دي كلها هو اللي عمل كده. الله في سماه، لو حسن جوزك شك واحد في المليون في اي حد فينا، والله العظيم كان دفنه بالحياه. ارحميني بقى وارحمي نفسك. مالك في ايه؟ كل ده عشان قلت لك ان انا حلمت بناديه، ان هي ماسكه ابني وبتخنقه؟ امال لو قلت لك بقى يا كريمه ان انا متاكده هتعملي ايه؟ هضربك عشان تفوق لنفسك. حرام عليك يا بنتي بقى، ارحميني وارحمي نفسك شويه. بقول لك ايه، الواد ابن مفيده ده هيفضل نايم كده في النص؟ اه، بس انا بصراحه اتعودت عليه، بحب اخده في حضني. وديها على الحرف وتعالي نامي في حضني. تعالي. الدواء. لا، انتي مش عجباني خالص. حاسس انك متضايقه وان في حاجات كتيره قوي شاغله بالك. صح، مخي عمال يجيب ويودي. طيب ممكن يا حبيبتي تهدي كده وتهدي مخك ونشرب كوبايتين شاي حلوين علشان اعرف انت بتفكري في ايه؟ بفكر في بكره اللي يخوف. الواحده بتتجوز عشان تحس ان الراجل هيبقى ظهر وسند ليها ويعيشها في امان ويخليها تحس بامان. ايه ده؟ وانت مش حاسه بكل ده؟ لا ده انا كده ازعل قوي. انت اللي قلت لي اتكلمي ولا اقعد ساكته خالص؟ لا 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 لا، اتكلمي يا حبيبتي. انت كل اللي حواليك عاوزين ينهشوك، محدش بيحبك وكلهم عاوزين يستغلوك. انت نفسك مش عايش في امان ولا مطمن. عاوزني احس بامان ازاي وانا معاك؟ انا مش هقول انك غلط نعيمه، ولا ان الكلام بتاعك ده وهم، ولا ان حكايه دماغك اللي عمال يود ويجيب ده بيودع الفاضي. انت صح في كل اللي قلتيه، بس برضو في حاجه مش لازم تنسيها. انا مش قليل يا نعيمه. بس كل اللي حواليك عاوزين ينهشوا فيك ونفسهم يقطموا زماره رقبتك لو قدروا. زماره رقبتي؟ انت بتضحك، انا بتكلم بجد. انا عارف، عارف يا نعيمه، بس مين قال لك بقى ان انا ما حاولتش اعمل ناس حواليا كتير او ان اعمل عيله؟ حاولت كتير. عارفه يا نعيمه، انا حياتي اللي انا عشتها دي كلها عمري ما كنت مبسوط، رغم الفلوس والقصور والعلاقات الكتيره ليا قوي اللي موجوده بره. بس للاسف عمري ما كنت سعيد، ومش هي دي الحياه اللي انا كنت بتمناها ابدا. لو رجع بيا الزمن لورا حاجات كتيره قوي هغيرها. زي ايه؟ يعني كنت هفكر ان ازاي ابقى سعيد، ازاي ابقى مطمن، ازاي ابص للدنيا نظره تانيه غير اللي كنت بصها لها، ازاي اقدر ارفع سماعه التليفون اكلم صحابي اقول لهم تعالوا نقعد على قهوه، او حتى يجوني يسهروا معايا بس يبقوا هما اللي حابين يعملوا كده. الحياه اللي انا كنت اتمنى ان اعيشها. طب وايه اللي منعك؟ انا حبست نفسي في دايره وقفلتها، وللاسف المفتاح في ايد ناس تانيين.